السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاجل منذ قليل هذا الخبر الصادر من تونس. شاعر تونسي وهاجم رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس بقصيدته بعد المظاهرات الواسعة التي خرجت ضد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية المنتمية لجماعة الإخوان. انتقلت دعوات إقالة الغنوشي وحل البرلمان إلى الشاعر، حيث هاجم الشاعر نزهر ضوي كتب قصيدة شعرية ساخرة نشرها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدعو فيها راشد الغنوشي إلى مغادرة البلد حتى يستعيد تونسيون حياتهم المسلوبة. مشرحة باللهجة محلية 10 سنوات من الأيام السياسية التي ارتكبها بحق أثناء جلاديته والتوترات في الآونة الأخيرة والأصوات المنادية بمحاسبة الغنوشي وفتح ملفاته السوداء المرتبطة بالإرهاب والفساد السياسي، حتى أنه لا تؤكد تخلو تظاهرات أو تحرك مدني من شعار ارحل بلا تحولات الكلمة إلى ما يشبه كلمة السر التي وحدت النشطاء في الشارع، سواء من السياسيون أو المواطنين البسطاء ضد رأس الخطبوط الإخواني. وفي قصيدته يتهم الضوي الغنوشي بضرب الحرية في البلد وبأنه زعيم الجهاد السري الذي يواجه اتهامات باختيار القيادة اليساري شكري بالعيد والناشط القومي محمد الإبراهيمي في عام 2013. ويرى متابعون أن راشد الغنوشي اعتبر الشخصية السياسية الأكثر رفضا من قبل التونسيون، حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي أجرته شركة سيا غيمة كونسي المحلية أن 75% من الشعب يرفضون تواجده على رأس البرلمان. وتقول القصيدة كلمات ارحل ارحل بلا امشي زرب، وقفت الزنقة بالهرب، ارحل تمت العشيرة لا ترئيسيلك في الحوارب، ارحل عبيت البرية بالأفعى والعقارب، ارحل دمرت الحرية وصهرت علينا المسارب بالجهازات السرية والجمعيات الخيرية والنهضة قوة ثورية، حربت جميع التجارب، ارحل رم فوق الزرية والساس اللي بناتوه خراب، خذوا الدولة التفكيرية وكل الطاقة التدميرية والمجس مع الشهرية وأسبق المواجهة البحرية، وإن شاء الله تقول لك قارب ارحل. ولازهر الضوي هو أحد شعراء تونس للمتزامنين عرف بقصيدة النقد للسلطة منذ مطلع ثمانيات القرن الماضي، كما أنه يؤدي بعض الأغاني على طريقة الشيخ أم عيسى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.